لميلان هذا الموسم ليعود من جديد للتألق والتوهج. بينما انطلاقه وتحرك سريع لا يكتفي بالثلاثة ميلان بل هي رباعية بالفعل. والشعراوي يسجل الهداف يسجل ستيفان الشعراوي يتمكن من وضع الكرة داخل الشباك. أربع أهداف لميلان لابد أن يزور الشباك الهداف اللي يسجل الهدف الرابع عشر له ليظل في صدارة الهدافين. صاحب أشهر تسريحة شعر في إيطاليا ستيفان الشعراوي تابع الكرة واسكنها الشباك. الاسيست من باتسيني والشعراوي سجل. ميلان يتقدم الآن 4-1. ميلان في السابق فاز 4-0 والآن يفوز 4-1 على عيسى بيسكارا. أربع أهداف مقابل هدف واحد لهداف